في كمان فيديو ان طفلة عندها 22 شهر بس قدرت ان هي تتسلق جدار من الصخور جوه بيتها بعد ما اتدربت لمدة اسبوعين بس، ودي صورة. وده طبعا وفقا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية. الطفلة زي ما انتم شايفين كده في الصورة ظهرت وهي في مدينة ادلايد الاسترالية بتتسلق الجدار، ووالدتها طبعا واقفة وراها علشان تلحقها لو وقعت. طيب حقق بقى مقطع فيديو 17 مليون مشاهدة من نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لوصلة رأس رائعة جدا جمعت أم بطفلتها. طبعا ما فيش أحلى من أن يكون في صداقة بتبقى ما بين الأم وبنتها، وتألقت الأم وبنتها قدام الكاميرات بحركات شبه بعض بالظبط. طبعا كل اللي اتفرجوا على مقطع الفيديو ده حبوا التناسق اللي حصل في الحركات بشكل مميز جدا ما بين الأم وبنتها، ودي كانت الأغنية Watch Me الشهيرة لمغني البوب سايلانتو. ازاي الطفلة قادرة تقلد مامتها بهذا الشكل يعني، ونفس الحركات ونفس الطريقة ونفس الشعر ونفس كل حاجة؟ مش كده؟ مش ممكن، مفيش أي بس واضح فرق انهم مدربين طبعا. أكيد. يعني في تدريب، في كاونت، في عد على الموسيقى طبعا.